استاذ منتصر. انا طبعا بضم صوتي للاستاذ عبد الشافي وبنعزي كل اسره الرياضه المصريه في الفقيد الرياضه واحد رموزها المهندس سيد جوهر، وكل تعازينا لاختنا بسنت جوهر عضو مجلس اداره نادي الزمالك. كان مستشار مرتضى منصور طبعا مجلس اداره نادي الزمالك برضو بنعزيك، طلع بيان النهارده بيعزي الفقيد الراحل. بالتاكيد بقول مبروك لجمهور نادي الزمالك كله المكسب النهارده، مكسب مهم جدا كريم على فريق محترم، فريق نادي المصري البورسعيدي. بقول مبروك مستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره واللاعبين والجهاز الفني، ناس كتيره جدا زي ما قالوا الزملاء كانت النهارده مستنيه تسن السكاكين وتفرح لخساره نادي الزمالك في ظل المعطيات الكثيره جدا اللي كانت ممكن يعني تدي دلاله انه ممكن الفريق يخسر النهارده، زي الازمه والكارثه الحقيقيه في نادي الزمالك اللي هي الحجز على ارصده النادي في البنوك. انما لعيبه نادي الزمالك بيثبتوا انهم رجاله وعند العهد بيهم دائما بحقوا انتصار غالي جدا، مكاسب كتيره جدا حققها نادي الزمالك من انتصاره على المصري النهارده. أهمنا في راجل محترم وجهاز فني محترم بقياده النهارده روي اجواش، مدرب محترم المدرب العام، ومعاه الكابتن اسامه نبيه والكابتن احمد عم مقصود والكابتن ايمن طاهر وبقيه الجهاز الفني النهارده بيثبتوا انهم يعني في حال غياب البروفيسور فيريرا عندنا جهاز مكتمل جهاز محترم. النهارده بتلعب المباراه زي ما قالوا الزملاء في غياب 10 لاعبين، يعني فريق كامل واسماء رنانه، مش اسماء صغيره، بقيمه شيكابالا، بقيمه الونش ربنا يشفيه ويعافيه، بقيمه محمد عبد الغني، احمد فتوح، سامسون اكينولا، ابراهيم انضاي، سيف الدين الجزائري، عبد الغني سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس ربنا يوفقهم ان شاء الله في المباراه اللي جايه مع فرنسا، مباراه تبقى صعبه الاربع اللي جاي. والنهارده خسروا اكيد يعني خساره من يعني كانوا بمقدرهم انهم يتعادلوا. النهارده برضو بنقول انه نادي الزمالك عمل يعني مكسب مهم جدا قبل مباراه يوم الخميس المقبل مع المصري في الدوري. فرحه جمهور الزمالك بالتاكيد كبيره جدا النهارده بالانتصار ده، يعني انت حامل اللقب، فبالتالي النهارده كمان مكسب كبير جدا انك تواصل في ظل القرعه الصعبه اللي موجوده فيها نادي الزمالك، والمنافس بالقرعه يعني عنده فرق المقاولين. احنا هنلعب الفايز من بيراميدز والبنك الاهلي، فانما لعيبه نادي الزمالك في عهد المستشار مرتضى منصور البطوله المحببه ليهم بطوله كاس مصر اللي حصدوها بتاع 6 مرات في منذ 2014 كاكثر فريق حصولا على هذا اللقب في هذه الفتره.